حضرتك اهلا منوره، بيك يا هاني. ميرسي جدا. اخبارك اهلا ايه؟ وسهلا، ربنا يخليك. انا ميرسي على اتعودت من المقدمه. وانا صغير يعني ان انا بتفرج على حضرتك، ربنا يخليك، ده فمبسوط شرف ان انا ليا. بحاور حضرتك دلوقتي. الله يخليك، ميرسي جدا، منوره شرف الدنيا، ليا. شرف ليا. كابتن مريم مصطفى اهلا بيك منورانا. اهلا بيك كابتن هاني. ميرسي. اقول لاعبه الاهلي ولا لاعبه الزمالك، بتصنفي نفسك ايه؟ لعيبه الزمالك ان شاء الله. لاعبه الزمالك. ان شاء الله. حاسه ان ده هيبقى القرار بما انه القرار لسه ما طلعش بشكل رسمي؟ يعني اتمنى ان المسؤولين يحكموا ضميرهم ويخلوني احقق رغبتي ان انا العب في نادي الزمالك، عشان احنا دلوقتي في زمن احتراف زي ما بيقولوا، اهم حاجه ان المنتخبات ومنتخب مصر زي ما بيقولوا. بس هما مش مديني فرصه ان انا اعمل حاجه زي كده علشان اسباب نفسي افهمها. يعني نفسي افهم ايه الاسباب. هنحاول نفهمها مع بعض منك ونشوف كده ايه الامور علشان تستوضح الناس برضو الراي العام القصه كامله. كابتن هناء، طبعا انا بكلم حضرتك دلوقتي كنائب رئيس الاتحاد المصري لكره الطائره ووالده الكابتن مريم مصطفى. طب بعض الامور مريت يعني لو سمحت تكلمني كولي امر. طيب. خلينا نفصل نائب طيب. رئيس الاتحاد، عشان انا يعني انا جايه هنا النهارده كولية امر اللعيبه مريم مصطفى. تمام، في الجزء الاول على الاقل. أوكي. لحد تمام. ما تغادرنا الكابتن مريم ونتحاور بعد كده في نقاط اخرى. هبدا مع كابتن هناء الاول، ايه القصه؟ ايه القصه بدات منين ان كابتن النادي الاهلي في الكره الطائره يرحل وينضم الى الزمالك، ثم تحقيقات نيابه، بلاغات، اتهام بالتزوير امبارح، وارسال الى الاتحاد الدولي للكره الطائره لاستطلاع امره، انتظارا القرار. احكي لنا. طب يعني هي صعبه المشكله موجوده، يا ريت ان هي تجاوب على السؤال. يلا كابتن مريم تمام. اتفضل. هي المشكله بدات، احنا كنا في معسكر النادي الاهلي، كنا مسافرين تونس عندنا بطوله افريقيا، فكان في مشاكل. ده كان شهر 5 اللي فات او شهر 6، 5 او 6 5. فكان في مشاكل، كان غيروا مدير النشاط الرياضي، جه بدل كابتن رؤوف بقى كابتن خالد العوضي. جه في ابريل هو بالظبط. فكان في سوشيال ميديا شغالين والجمهور انتوا ازاي سايبين اللعيبه ما جددتش لحد دلوقتي، وكلام كده. فكان في مشاكل، فهم احنا كنا في معسكر قالوا لنا تعالوا احنا بس هنقعد كده قعده مبدئيه وكلام مبدئي، علشان لازم مشاكلنا ما ينفعش تسافروا بطوله افريقيا وانتوا مش مجددين ومش عارف ايه وكلام كده. وحتى بعد كده انا بقى نقعد قعده تانية، بس اهم حاجه ان انتوا دلوقتي تتصوروا السوشيال ميديا والكلام ده عشان يقولوا ان احنا جددنا. تمام. ده بالظبط اللي اتقال لكم؟ ده بالظبط اللي اتقال لنا. نتصور الاول عشان السوشيال ميديا؟ عشان مين نتصور. اللي قال لكم الكلام ده؟ كابتن خالد العوضي. المفروض اللي هو النادي الاهلي رايحين، كلنا كنا ساعتها في المعسكر كلنا، فكلنا كلمونا طب تعالوا كذا 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 عشان تروحوا تمدوا كذا. بس تمام. الصور اللي اتنشرت من شهر بس. هي دي. تمام. انا مش عارفه هم يعني صور هتكلم فيها بعدين. المهم احنا رحنا، انا رحت وانا اصلا عندي مشاكل مع المدير الفني بقالي اكتر من اربع